Fatih. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. İmama, 9 tekbirle bir selama, Kurban Bayramı niyetine. Allahu Ekber. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهل وما يخفى وليسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله. وأشرق صدور العابدين بحمده وشكره، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله أكبر الله. وأشكره شكرا جزيلا، وأستغفره عبدا مذنبا دليلا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين حتى يأتينا اليقين. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بشر وأنذر وصلى ونحر وهو صاحب الكوثر، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه، نجوم فجر الشرع الأنور، هداة الدين الغالب الأظهر، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله أكبر الله أكبر لا أمرائنا وسادات ذوي القدر العلي والشرف الجلي حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية العشرة المبشرة والبدريين وأصحاب الشجرة وعلى سائر الصحابة والقرابة من الأنصار والمهاجرة وعلى من اتبعهم بإحسان إلى انتهاء الزمان ونهاية الدوران، علينا وعليهم رضوان الله الملك المنان. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله رب العوالم الذي جعل لكم الأعياد موسما للغفران. ألا إن الدنيا ظلال ومراسم، واذكروا الله كما هداكم وهو المقصود والمطلوب. عظموا شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون، أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان له سعة ولا من يصلي
يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمد التأمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن صفيه، فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لله أمته عن دار الجحيم، مفخر العرب والعجم، مولانا ومولى العالمين المحترمين سيدنا أبي القاسم محمد. يا أيها المشتاقون نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أربعة الخلفاء سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ للأمة ما يأخذ بيدها إلى صراطك المستقيم. اللهم ربنا اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية والنصرة علينا وعلى الحجاج والزوار والغزاة والمجاهدين والمقيمين والمسافرين في البر والبحر أجمعين. والسلام على المرسلين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى. Thank you.
Amin. 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 Şeyh Mesela diyor herkese. Canlı yayında görüyoruz. Hepinize dua etti. Hepimize de teşekkür etti. Bu camiye eserler olan gelenler, gidenler hepsine hayır dua etti. Allah razı olsun. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأسفل فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا كل إنسان وعلينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني ولي ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول الله كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضر وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبح وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول الله كانوا يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فاليوم لا تظلم نفس شيئا لن تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمعوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما ينشرون وما يعلنون أولم يسألوا أن خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات من الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم جل جلاله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير جل جلاله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الراقب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل جل جلاله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي البر المتعالي التواب جل جلاله المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النون جل جلاله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله جلت عظمته ولا إله غير الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد يا أحد يا صمد صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد 11 time Geliyor musun?
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 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 وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكبر العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين من محسن وعن لمة مجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين والأولياء الصالحين وعن مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية وادرحته وبارك وعد الله تعالى علينا من بركات وفيضات منه والحمد لله رب العالمين فاتحة أحبائنا أمهات المجداد الجدات الأقوال أخواننا أمامنا أمهات أحبائنا أقربائنا أصدقائنا آمين ولمن لهم حق علينا خاصة الله في جوارها حاجي أمينة أخوان وأهل سلطان آمين جملة بسم الله بسم الله تعالى الفاتحة تقبلنا Bayramınız mübarek olsun. Size de mübarek olsun. Mehdi Aleyhisselam'la da bayram etmek müyesser olsun. Amin. Şam açılsın ya Rabbi. Amin. Mübarek Şam açılsın. Ehl-i İslam'a müsaade yetişsin. Amin. Fatiha. Amin.